للحديث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في السجون الحكومية في العراق معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. مصادر حقوقية وأخرى من منظمات المجتمع المدني أفادت بأن بلاغات وإفادات حصلت عليها المنظمات تكشف عن حالات الإعدام بحق معتقلين، كيف تقرأ ما يجري؟ حياكم الله الكريم. حقيقة الأمر هذه مأساة مرتبة يعني يتعرض لها المعتقلون داخل السجون الحكومية المعلنة، المكتظة اكتظاظا شديدا لأعداد كبيرة من النزلاء الذين يتعرضون بشكل يومي لشتى أنواع التعذيب والابتزاز والتجويع وما إلى ذلك من انتهاكات سالفة لحقوق الإنسان. فهذا يأتي حقيقة من سلسلة هذه الانتهاكات هو حرمان هؤلاء الأشخاص من الحياة، من حق الحياة. وهذه الإعدامات الجماعية منذ 20 عاما والعراقيون يتعرضون إلى هذه الإعدامات الجماعية الانتقامية، هي مسألة انتقام، لا توجد أي يعني لا يمت الموضوع بالعدالة أو بإحقاق الحق أو الوقوف على الحقيقة أو إنصاف الضحايا أو إنصاف المظلومين بأي شكل من الأشياء. وهذا هو الواقع المأساوي المركب الذي يعيشه السجناء والمعتقلون داخل السجون الحكومية. هل هناك مبررات بالفعل لحالات الإعدامات المفاجئة لعدد من السجناء أو لعدد كبير وضخم من السجناء خلال الأشهر الماضية رغم إصابتهم بأمراض مزمنة؟ يعني في الكثير من الدول يتم تنفيذ العفو العام عن السجناء بين فترة وأخرى، ولكن في العراق يتم يعني استغلال أو انتهاز فرص معينة، توقيتات معينة لإعدام أكبر عدد من المسجونين، لماذا من وجهة نظرك؟ هذا باعتقادي أنه يعني من جاء يتحكم بالعراق هم طارئون، هم شهود زور، هم حاقدون على هذا الشعب بكل أطيافه وبكل مكوناته. المشكلة الكبيرة هنا أنه يعني استفردوا بهذا الشعب بدعم أمريكي دولي غير مسبوق حقيقة. فهنا يعني هذه الإعدامات لا يمكن أن تكون صادرة من جهة حكومية تحترم نفسها. هؤلاء لا يتصرفون تصرف يعني تصرف رجال دولة كما يقولون، أو حتى يعني تصرفات مبنية على أحقاد، وهذه الأحقاد يعني رغبات يدفع ثمنها العراقيون طوال العقدين الماضيين بشكل غير مسبوق من دمائهم ومن مستقبلهم ومن حاضرهم. يعني المشكلة هنا حقيقة يعني هذا جانب مما يتعرض له العراقيون في ظل حكومات الاحتلال والتاسعة منها الحالية. هذا يعني تخيل أخي الكريم، هؤلاء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم معتقلون وفق مادة انتقامية بدعوى مكافحة الإرهاب، وجميع أبناء المحافظات المنكوبة هم متهمون بالإرهاب. وبالنتيجة نحن أمام يعني مأساة حقيقية بالواقع. هذه المأساة الحقيقية يعيشها المواطن في ظل نظام المحاصصة. السؤال هنا يدور في خلد أي مواطن عراقي يتحدث، لماذا دائما في ذهن أي حكومة تجد أن موضوع التنمية غير موجود، تجد موضوع التطوير غير موجود، تجد موضوع الاهتمام بتوظيف المواطنين، فرص العمل غير موجود، ولكن ماذا يوجد؟ يتصدر دائما ملف
الإعدامات أولويات السلطات منذ عام 2003 وإلى الآن، ولكن في توقيتات محددة. في هذا الوقت بالتحديد، رغم تأكيد المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أكثر من مرة الحاجة إلى إصدار عفو عام بالعراق، تبقى من أولويات السلطات هي عمليات الإعدامات. ما مدى خطورة ذلك لو استمرت أو استمر هذا النظام بتنفيذ هذه الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 2003 وإلى الآن؟ أخي الكريم، هؤلاء يتصرفون بعقلية ميليشياوية تسيطر عليها ويتملكها رغبة في القتل، يعني مجرد القتل. يعني هذه المعضلة الحقيقية التي نواجهها في العراق. يعني اليوم منذ 20 عاما العراق يتبين القوائم الدولية يعني من ناحية الأمور الإيجابية، ويتصدر القوائم الدولية من ناحية الأمور السلبية على كافة الصعد والمستويات. هل هذا يعني مجرد حدث هكذا، أو هو مسألة ممنهجة يراد لهذا البلد أن يحطم أبناؤه وأن تدمر إمكاناته وأن يعاد إلى العصور الوسطى؟ فكيف هذا بهذه الحكومات الحاقدة التي يعني تفكر بالموت وقتل الآخرين؟ يعني هؤلاء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم أصدرت بحقهم هذه القرارات الجائرة خلال محاكمات سريعة وتستخدم لمقومات العدالة. ورئيس الوزراء الحالي هو كان وزير حقوق إنسان في ذلك الوقت في عهد نور المالكي، وقبل على هذا الموضوع. وفي 2010 سئل منك عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان متى سيتم إيقاف أحكام وتنفيذ أحكام الإعدام في العراق، قال إن الوقت غير مناسب. هاي من 2010 إلى اليوم 2023، متى يكون الوقت مناسبا؟ وهو اليوم يعني رئيس لمجلس الوزراء. فهذا حقيقة الأمر، يعني من قبل على هذه الأحكام وسكت عنها في ذلك الوقت ليس مستغربا أن ينفذها في الوقت الحالي. علامات استفهام كبيرة على قانونية هذه الإعدامات، حتى أن هؤلاء لم يمنحوا فرصة الدفاع عن أنفسهم وفق محاكمة فيها معايير الحكم العادل أو فيها معايير قانونية معترف بها أو صحيحة. يا ترى القضاء العراقي إلى أي مدى تم تسييسه ليسهل عمليات قتل معتقلين أو مسجونين جيء بهم بالمخبر السري وعلى محكومي على حكمهم بالإعدام؟ مليار علامة استفهام. يعني كيف تنظر إلى تسييس القضاء العراقي لتحقيق أهداف معينة؟ أخي الكريم، منظومة العدالة في العراق معطلة تماما بشكل كامل، والمنظومة القضائية منظومة تابعة للجهة التي تأتي بها، وهذا وفق الدستور الجديد في العراق الجديد الذي زعموا أنه سيكون بلدا مستقرا ومتطورا وما إلى ذلك من الأوصاف الجميلة والكبيرة. لكن على أرض الواقع اليوم نرى مأساة حقيقية على كل الصعود وجميع المستويات. المشكلة هنا أنه وفق قانون. شكرا جزيلا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.